إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وإخلاص العمل وصلاح النية ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبر الصدق وإجابة الدعاء وبركة الدعوة يا رب العالمين. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا ووالديهم والمسلمين عن النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم إنا نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا ربانيا، أسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله، وأن تثبت إخواننا الغرباء القابضين على الدين كالقابضين على الجمر، وأسألك اللهم أن تكرم إخواننا الشهداء وأن تجعل أرواحهم في عليين وأن تلحقنا معهم بعد طول عمر وحسن عمل مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا الدعاة المسجونين في سجون الطغاة. اللهم احفظ دينهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم واكشف همومهم وادفع همومهم وأذقهم حلاوة الصبر والإيمان. اللهم آنسهم بذكرك، اللهم أنزل عليهم السكينة والطمأنينة ورضهم بقضائك وبارك لهم في قدرك وخفف وطأة الطواغيت عليهم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن لا يحرمنا بركة دعائكم الصادق الخالص لوجه الله الكريم. أحبتي، وننتقل من القرآن العظيم في وصف جنات النعيم إلى حديث الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بالفم الطهور عما رآه بأم عينه في جنات النعيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أراه الله الجنة في الدنيا قبل الممات، حتى إذا دعا لها دعا عن عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين صلى الله عليه وسلم، فهو رآها وشم ريحها ودخلها ورأى قصورها وحورها ومنازل بعض أصحابه، ورأى الملائكة ورأى الرضوان ومالك وجبريل وكثيرا من الحقائق الغيبية أصبحت عند محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت شهادة، فهو يدعو عن شهادة كما يدعو عن غيب صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أحبتي في الله، هذا الحديث وهذه الأحاديث ليس فيها حديث ضعيف والحمد لله، هذا الحديث يتكلم عن نساء الجنة. فماذا يقول؟ لو أن امرأة من نساء الجنة سواء كانت من الحور وهن الزوجات اللواتي خلقهن الله الآن في الجنة ينتظرن المؤمنين، وهناك المسلمة المؤمنة التي ماتت في الدنيا على الإيمان والإسلام يلحقها الله بزوجها أو يلحق زوجها بها
إلى الدرجة العليا لأحدهما، ثم بعد ذلك يضاعف جمالها على الحور 70 ضعفا. فماذا يقول الحبيب المحبوب؟ يقول: لو تفتح عمل الشيطان إلا في الجنة فإنها ترضي الرحمن، وإلا عن الحديث عن الجنة فإنها تفتح الخير. لهذا نهانا الإسلام إذا فاتنا شيء نقول لو فعلنا كذا أو فعلنا كذا أو فعلنا كذا، وإنما نقول قدر الله وما شاء فعل. هذا من عقيدة الإسلام والإيمان بالقضاء والقدر. الشاهد، الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن امرأة من الجنة اطلعت، يعني أطلت برأسها ما بين السماء والأرض، يعني أخرجت رأسها من الجنة أو من باب من أبواب الجنة، ماذا يحدث؟ يقول: تملأ ما بين السماوات السبع والأراضين السبع عطرا وطيبا وريحا. وهذه واحدة، فكيف لو أطلت أخرى بجوارها لم تلأ الكون؟ ولو أطلت ثالثة أو رابعة أو عاشرة؟ فلهذا أعد الله من الطيب والفضل لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحدنا يتعجب إذا جاءته هدية من المسك أو الطيب في قارورة بلورية، يفرح كثيرا إذا شم رائحتها ورأى منظرها الرقراق في الزجاجة، ويحس لقلبه بهجة وانشراحا تطيب نفسه. وكما يقول الشاعر عن محبوبته: ما مسك الطيب إلا أهديت للطيب طيبا. فنساء الجنة هن اللواتي إذا مسهن الطيب يهدين للطيب طيبا. الإنسان في الدنيا إذا مس الطيب تطيب الإنسان، أما في الجنة إذا مس الزوج زوجته تطيب بها فهي طيب، وهي مسك، وهي ريح عطرة تعصف لو أطلت لملأت ما بين السماء والأرض طيبا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماوات والأرض. أضاءت بماذا؟ أضاءت بوجهها وبنور وجهها. وفي رواية: لو أطلت بالسوار مضعد الذهب الذي تلبسه له نور يطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم في وضح النهار. أما وجهها ففيه من النور ما يملأ الظلمات. وأنت عندما تقرأ هذا الحديث تتعجب من العلم العظيم الذي آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم. أنتم ما تعلمون أن هذا النور النهاري الذي ترونه في النهار في حقيقته أن أشعة الشمس تنحدر فتمر بأجواء مظلمة خالية من السديم أو الغبار، فإذا دخلت هذه الأشعة في نطاق الكرة الأرضية المملوء هذا النطاق بذرات عاكسة تحولت هذه الأشعة إلى نور النهار، فأصبح الكرة الأرضية يحيط بنصفها نور ويحيط بنصفها الثاني ظلام، وما وراء هذا النور ظلام ممتد إلى أجواز الفضاء ولا يراه إلا من عبر على المركبة الفضائية أو الأقمار الصناعية، فإنهم عندما يخرجون من حيز الكرة الأرضية يدخلون في ظلام دامس لا يرون أوله ولا آخره. فلا تظن أن نور النهار هذا الذي أنت فيه يعم السماوات كلها، لا، إنما السماوات ينورها نور آخر، فهناك مجرات
وهناك نجوم وهناك كواكب يسميها الله مصابيح، كل ينير حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى إليه، ولكن ما بين السماء الدنيا وما بين الأرض ظلمات بعضها فوق بعض، فما بالك بالسماء الثانية إلى السابعة. فهذه السماوات التي لو أطلت فيها حورية لملأت ذلك الظلام نورا بوجهها المنير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تاجها، معنى هذا أن على رأسها تاج، ملكة من ملكات الجنة. في الدنيا ما يلبس التيجان إلا الملوك وزوجات الملوك، أما في الجنة كل الحور على رؤوسهم تيجان. فعباد الأرض الفقراء هم ملوك الجنة والآخرة، وملوك الدنيا المتجبرون هم الأذلاء، كهيئة الذر تحت أقدام العباد يخرج عنق من النار يتخطفهم. فالجزاء من جنس العمل، الذي يسجد برأسه لله يضع الله على رأسه التاج وعلى رأس زوجته، والذي يشمخ متكبرا يذله الله في الدنيا والآخرة. فتاج الحورية يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط. إذن في الجنة غناء، والذي يغني ليست الفرقة الفلانية والفرقة العلانية، الله لا يجمعنا وياهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما اللواتي يغنينهن الحور وزوجات المؤمنين. الزوجة، انت يعني في الدنيا عندك زوجة يغلب عليها الحياء، في بعض الساعات يعني تشتهي انها يعني تغني لك او تدللك او تدلعك بكلمة: يا مرة عاد سمعيني شوي، قولي لي يا حبيبي، قولي لي يا روحي. اوه احنا يوم كبرنا حنا بعد تقول يا حبيبي يا روحي، ايش الكلام هذا؟ يا بنت الحلال، حتى يكون بيني وبينك مودة ورحمة، ليه تخليني اسمع الغنى اللي برا؟ خليني اسمع الغنى بيني وبينك، صوتك علي مو عورة، انت زوجتي. انا ما اعرف الا هذا الشيء، ما يخالف، اصبر عليها، اصبر عليها، تذكر صلاتها، تذكر صيامها، تذكر قيامها، وتذكر ان شاء الله ان جعلها الله من اهل الجنة سيكون جمالها 70 ضعفا، وتغني لك هناك في الجنة ان شاء الله. اذا ما غنت في الدنيا غنت في الجنة، فاصبر، فما هي الا لحظات، وما هو غناؤهن؟ اسمع، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاني الغناء، معاني الغناء، المعنى، أما اللحن وأما الصوت وأما الأداء وأما الإخراج وأما الشعر كيفية أدائه ما لا يعلمه إلا الله. المعنى يقول عنه محمد صلى الله عليه وسلم: مما يغنين نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن المقيمات فلا نضعن، أي لا نرتحل، احنا عندكم، عندكم وين ما تكونون، في القصور، في الدور، على الأسرة، في الرياض، عند الأجهار، عند الأنهار، عند الأطيار، عند الثمار، على الأرائك، على الأسرة، على، تجدوننا بجواركم في أي مكان تريدون. لا نضعن، لا نضعن يعني ما نسافر، ما نرتحل. وأكثر ما يعاني المؤمن في أسفاره هو بعده عن زوجته. أخواننا الوافدين مساكين اللي معاشه 150 ولا 200 ما يسمحوا له يأتي بزوجته،
قد يكون إمام مسجد ومؤذن مسجد وفراش مسجد وغيره صالح تقي ما يرمرم يمينا ولا شمالا ولا يطالع فلانة ولا علانة، عفيف تقي خفي نقي، هذا يضيقون عليه حتى ما يأتي بأهله ويظل مسكين في صراع بين ما أودع الله فيه من الفطرة والغريزة، ويظل يتعذب عذابا مريرا. أتمنى أن يتعذبه من شرع هذه القوانين حتى يذوق ما يذوق الآخر. قولوا آمين. ويحدون الصالح على أن يفعل الفجور والفاحشة، ويا ويله لو سقط سقطة لتتسلطن عليه أقلام وصحف وإشاعات وإذاعات لا تعينه على الطاعات وإنما تعين الشيطان عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة. الله أكبر، يتكئ بس على جنب على أريكة 70 سنة. أنت تستطيع أن تتكئ ساعة؟ ما تستطيع، يتعب جنبك، تحول الجنب الثاني وتمد رجلك وتقصر رجلك وبعضين تنام، خلاص ما تستطيع. أما جو الجنة الناعم المنعم الهادئ الوارث فإن الإنسان يتكئ على أريكته 70 عام ما يمل ولا يكل ولا يتحول ولا يتعب. ما معنى هذا؟ معنى أنه في نعيم متجدد متلون، وأن هذا الاتكاء ليس عن تعب كما هو اتكاء في الدنيا، إنما هو اتكاء لذة واتكاء أنس. فما يدريك من يطوف حوله ومن يخدمه ومن يسقيه ومن يوكله ومن يعطره ومن يهدي له ومن يسلم عليه ومن يمر عليه ومن يزوره ومن يودعه. 70 سنة ومتكئ بس فرحان مستانس. أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة. الله أكبر الله أكبر. أصبر يا أخي المسلم، إذا رزقك الله زوجة قليلة الحسن والجمال، إنما الجمال جمال الدين ونور اليقين، العفيفة الشريفة الصابرة المحتسبة، أصبر أصبر، ما هي إلا لحظات إن شاء الله. فإذا ما مت أنت وإياها على التوحيد ترى وجهك يدور في وجهها كما يدور في المرآة الصافية. وأبو ذر رضي الله عنه تزوج امرأة سوداء نحيفة قبيحة، فقالوا له يا أبا ذر ألا أخذتها حسناء جميلة؟ قال لو تعلمون ما أعلم لما قلت، إنها تعينني على ديني، تقوم الليل معي وتصوم النهار. شوف أين قلوبهم متعلقة. الواحد منه له 60 شرط إذا أراد يتزوج: شعرها كذا وطولها كذا وعرضها كذا وزونها كذا وجمالها كذا وين يا أخي؟ روح إذا أوروبا هناك وأمريكا في بيوت الأزياء حتى تنظر إلى هذه المناظر القبيحة، أعزنا الله منها ورفعنا الله منها. أخي إذا كانت المرأة صالحة ومقبولة وتقية ونقية فاحمد الله، وتذكر من لا زوجة له. فوالله لقد رأيت إخوانا وهم يجاهدون في أفغانستان، أقول لأحدهم شباب يتفجرون فتوة وحيوية، أقول لهم أليس عندكم زوجات؟ قل ها، لقد نبهتنا إلى شيء نحن لقد نسيناه من زمان. فنقول كيف؟ والله يقول والله ما نتذكر في هذه الخنادق إلا الحور العين. شفتوا كيف؟ نعم، الإنسان كلما اقترب من الجهاد كلما اقترب من الجنة. الجنة تحت ظلال سيوف، تحت ظلال السيوف. لما اقترب لقاء جعفر بن أبي طالب بجيش الروم في مؤتة ماذا قال؟ يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. أنس بن النضر في أحد: إني لأجد ريح الجنة دون أحد.
حرام ابن ملحان لما صكه الفارس على رأسه بالرمح وفار الدم، تلقى الدم فتحول الدم إلى مسك، ثم مسح به وجهه وقال: فزت بها ورب الكعبة. فالحبيب المحبوب يقول قال: أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأته فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وأن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه. تسلم عليه اللؤلؤة الوحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب، وتسلم عليه بعبارة رشيقة أنيقة حلوة جميلة، يقول: فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. أنا من المزيد، والمزيد نعيمان، أعلاه النظر إلى وجه الله رب العالمين، ثم نعيم من نعيم الجنة أعده الله يفاجئ الله به المؤمنين، منها هذه المفاجأة. جالس على الأريكة 70 سنة مستانس فرحان، وإلا هالبنت الحلوة تمر عليه اللؤلؤة تضيء وتشرق، فيعتدل في الجلسة وينظر إلى وجهها فيرى صورة وجهها في خدها، فتقول: السلام عليكم. فيقول: وعليكم السلام. من أنت؟ ماذا تريدين؟ يتعجب. من أنت؟ يسألها، فتقول: أنا من المزيد، وأنه ليكون عليه 70 ثوبا، وأنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وأن عليها من التيجان أن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث يتحدث عن أمور مهولة، منها أنها يكون على هذه الحورية 70 ثوب حرير رقيق ناعم، هذه أول واحدة، وكل ثوب له لون. ما الحكمة؟ ما الوضع الجمالي بأنها تلبس 70 ثوب حرير رقيق؟ وتأتي الحديث يفسر هذا. الحديث يقول: عليها 70 ثوبا أدناه، أي أدنى أنواع هذا الثوب، من حرير يسمى شقائق النعمان، والنعمان هذا نوع من أنواع الحرير معروف ناعم أحمر، وهناك ورد اسمه شقائق النعمان لونه أحمر قرمزي جميل، فلون هذا الحرير بهذا اللون وهو أدناه، يعني إما أسفل أنواع هذه الفساتين، يعني الفستان الملاصق لجسدها لونه أحمر، ثم تتعدد بعد ذلك الألوان. ما الحكمة؟ ما الوضع الجمالي؟ اسمع، يقول: فينفذها، أي ينفذ، الهاء تعود إلى الفساتين 70، ينفذها بماذا؟ بالبصر، يعني الله يعطي المؤمن بصر يتحكم فيه فستان فستان، لابسة 70 لون، إذا أراد اللون الأحمر ما يقول له روحي بدلي ولبسي وتعالي، لا، هو بنفسه يخطر في باله اللون رقم 1، فستان رقم 2، 3، 4، 5، مرة يراها لابسة أحمر، مرة لابسة أصفر، مرة لابسة أبيض، مرة لابسة أزرق، ومرة لابسة أبيض، سبحان الله، وكل لون يضيف إلى هذه الحورية والزوجة جمالا غير الجمال، إلى أن يصل إلى أدناها وهو شقائق النعمان الأحمر، ثم وراء ذلك يقول الحديث: ولو أراد أن يرى مخ ساقها لرآه. الله أكبر. إذا نعيم الجنة فوق الخيال وفوق التصور. وهذه الفساتين من أين جاءت بها هذه الزوجة الحورية؟ اسمع، ليسمع الأخوات اللواتي تتعلق قلوبهن في بيوت الأزياء. دريتي يا أم محمد، وصل فستان جديد من
ايطاليا، من فرنسا، من اسبانيا، من كذا. يا الله يا ابو محمد ادفع الراتب كله علشان تشتري الفستان يا بنت الحلال.